بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا اشتريت الستاند دوت من محل بتاع ادوات منزليه. اشتريته بسعر خيالي، انا مش هقول لكم على السعر دلوقتي، خليها مفاجاه بقى، لان انا شفت كذا قناه جايباه ب100، واللي جايبه ب120، واللي جايبه باسعار عاليه شويه، فانا جبته بسعر خيالي، مش هقول لكم السعر، خليها بقى تقعدوا دلوقتي عمالين تفكروا هو السعر بكام. تعالوا مع بعض نفتحه مع بعض كده اسمها ايه، فكروا معايا، نسيت، ونجمعه مع بعض ونشوف هنحط فيه ايه ونستخدمه ازاي. نسمي الله كده، بسم الله بقى. هو كان اخر واحد عند الراجل، فكان فيه تراب، فانا بعد ما هخلص يعني بعد ما اجمعه هغسله اهو، او هجمعه معاكم وبعد كده هبقى اغسله بقى براحتي. اشيل ديت، اجيب ديت كده هنا، سعر خيالي يعني، انا بصراحة ما كنتش مصدقة اللي انا خدته بالسعر دوت. هجمعه مع بعض وارجع لكم. دلوقتي انا جمعت اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، هو متوسخ جدا لان هو كان اخر واحد عند الراجل، فانا بعد ما اخلص معاكم الفيديو ان شاء الله هغسله، هفكه تاني واغسله، بس انا عملته معاكم كده عشان تشوفوه، هو حلو جدا. ما بياخدش مساحة في المطبخ، يعني ممكن تستغليه في مكان صغير جدا، في ممكن جنب التلاجة، جنب البوتاجاز، في جنب صغير بين المطبخ وبين البوتاجاز تروح حطاه، ازايز زيت، علبة سمنة، اكياس سكر، على حسب ما انت عايزة. احنا دلوقتي هنرص فيه الزيت انا وانتو مع بعض. ممكن تناوليني الزيت يا منى؟ دلوقتي هنحط فيه الزيت كده ونشوف ان شاء الله هيبقى الشكل عامل ازاي. بصوا يعني هو كمان خد 4 ازايز، وممكن هنا كمان تاخد مثلا 3 ازايز، وفوق كمان ممكن نحط اكياس سكر، اكياس رز، ممكن كمان تستخدميه في الحمام، منظفات، تحطي فيه المنظفات جنب الحوض، جنب البانيو، في ركن كده ممكن ورا باب الحمام، مش هياخد منك مساحة. تعالوا بقى اقول لكم على السعر. طبعا 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 انتوا عارفين ان انا شاطرة، فالسعر دوت انا جبته ب70 جنيه. قولي لي بقى ايه رأيكم، 70 جنيه غالي ولا حلو؟ لان انا بصراحة شفت قنوات كتير عرضاه باكتر من كده، ب100، واللي قالت ب120، قالت بحاجات كتير قوي، بس انا جبته ب70 جنيه. قولوا له ايه رايكم. هو من شركه الوطنيه اهو كده، شركه الوطنيه اهي، هو اسمه ستاند مطبخ، في ناس كتير بتقول عليه ترول. هو متعدد الاستخدامات، يعني ليه كذا استخدام عندك، ممكن تستخدميه لكذا حاجه، ممكن كمان تحطيه في اماكن كتير على حسب بقى استهلاكك انت، يعني انت تستخدميه ازاي. بس كده انا حبيت اشارككم معايا الفيديو دوت، وتقولوا لي ايه رايكم فيه وايه رايكم في السعر، اهم حاجه السعر. انتوا عارفين بقى الستات الشاطره هي اللي بتعرف تدبق امورها وتظبط حياتها. ويا ريت اللي عجبه الفيديو بقى وعجبه السعر يدوس لي لايك، اوعوا تنسوا اللايك عشان ما ازعلش منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.